السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم. درسنا لهذا اليوم هو مضاعفات التصحر وطرق مكافحته من مقرر أجم 214 قضايا ومشكلات معاصرة. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يصنف مضاعفات التصحر، يوضح طرق المحافظة على الغطاء النباتي، يبين طرق المحافظة على التربة، عزيزي الطالب من خلال المقدمة التي أمامك نلاحظ أن للتصحر آثار بيئية بالغة ومضاعفات اقتصادية واجتماعية وديمقراطية، وهو ظاهرة تهم الدول المتقدمة والدول النامية على حد السواء. ففيما تتمثل هذه المضاعفات وما هي الطرق المحافظة على القطاع النباتي وعلى التربة؟ ننتقل الآن إلى النشاط الأول. أمامك مجموعة من العبارات المتعلقة بمضاعفات التصحر. من خلال هذه العبارات الموجودة أمامك عزيزي الطالب، صنفها كالآتي: مضاعفات التصحر البيئية، مضاعفات التصحر البشرية، والمضاعفات الأخرى. مضاعفات التصحر البيئية: هدم بنية النظام البيئي وتعطيل عملها، يقلص القطاع النباتي ويزيل الأحراج. زوال القطاع النباتي يشكل تهديدا للحيوانات ويسبب انقراضها، بالإضافة إلى اشتداد الزوابع الترابية، تضاعف الجريان السطحي، انخفاض كمية الأمطار، وارتفاع معدلات التبخر. أما مضاعفات التصحر البشرية، يؤثر على الوسط البيئي للزراعة وتربية الماشية، وينهار القطاع الزراعي، مما يهدد بقاء السكان في مواطنهم. انهيار الحرف المحلية المعتمدة على المواد الزراعية، وتقلص التجارة الداخلية. هجرة المزارعين وبعض الرعاة للمدن، وتزايد الطلب على الغذاء. أما المضاعفات الأخرى: تراجع الاقتصاد الاكتفائي المعيشي، توسع الفقر في ضواحي المدن، ينشأ لدى النازحين الشعور بالقلق والمرارة، وقربة ثقافية واجتماعية. أما الآن ننتقل إلى النشاط الثاني. أمامك مستند، من خلال هذا المستند أجب عن الأسئلة التالية في مدة لا تتجاوز الدقيقة: في أي سنة عقد مؤتمر نيروبي؟ ما اسم الدولة التي عقد بها المؤتمر؟ ما هي أبرز توصيات المؤتمر؟ أمامك إجابة النشاط: عقد مؤتمر نيروبي في 9 سبتمبر من عام 1977 ميلادية. أما الدولة التي عقد بها هذا المؤتمر هي كينيا. كانت من أبرز توصيات المؤتمر إنجاز خريطة للمناطق المعرضة للتصحر في العالم، تجميع أكبر قدر من المعلومات والبيانات المتعلقة بالتصحر في العالم، وضع خطة متكاملة لمقاومة عمليات التصحر، العمل على زيادة خصوبة التربة
الزراعية، بالإضافة إلى العمل على تحسين نوعية الإنتاج بإدخال وسائل الزراعة الحديثة، العمل على إيجاد مصادر جديدة للمياه وتطوير المصادر الموجودة، تكثيف التعاون الدولي في مجال مكافحة التصحر. ننتقل الآن إلى النشاط الثالث. من خلال هذا النشاط نلاحظ أن هناك مجموعة من الصور. الصورة الأولى تمثل مستند رقم 1، العمل على زراعة أنواع مؤهلة من النباتات. المستند رقم 2، العمل على منع التحطيب العشوائي. أما المستند رقم 3، العمل على تحسين الموارد في أماكن الرعي. من خلال الصور التي تم عرضها وضح أبرز طرق المحافظة على القطاع النباتي. عزيزي الطالب، نستعرض أمامك إجابة النشاط. أبرز طرق المحافظة على القطاع النباتي هي منع التحطيب العشوائي، اعتماد القطع الانتقائي أي يترك لها إمكانية التجدد، تحسين الموارد في أماكن الرعي بزراعة أنواع من النباتات الملائمة للمناخ والتربة، كذلك زراعة أنواع مؤهلة من النباتات تملك القدرة على التكيف مع الظروف الطبيعية، وضع تشريعات وبرامج تربوية. أما النشاط الرابع فمن خلال الصور التي أمامك بين طرق المحافظة على التربة. واحد، حماية التربة من الانجراف من خلال التشجير وبناء المدرجات، تثبيت الكثبان الرملية بتشجيرها من أنواع النباتات التي تتكيف مع خصائص التربة، المحافظة على خصوبة التربة باعتماد الدورات الزراعية وتحاشي الرعي المفرط، حماية التربة من التملح والقدق وذلك بترشيد طرق الري وتحسين طرق صرف المياه، استعمال الأساليب الزراعية المناسبة للتربة مثل نشر عازل من القش أو الحجارة أو البلاستيك قريبا من جذوع المزروعات لمنع التبخر وحماية التربة، دراسة الوسط الكيميائي للتربة للحد من استعمال المبيدات أو المنشطات، الاستمرارية في العمل الزراعي والصيانة الدائمة للتربة. عزيزي الطالب، من هنا انتهى الدرس، تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد.